مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم مع بيريو شاذلي. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة. بتوحشونا من السبت للسبت، بنستنى إن إحنا بنحس إن أنتوا كلمتي دايما اللي بقولها إن أنتوا أكنكم موجودين معانا. تواصلاتكم معانا على السوشيال ميديا، عدد الشيرات اللي بنشوفها للفيديوز بتاعتنا، أسئلتكم اللي بتوصلنا حتى في أوقات الإعادة. بستنى إن أنا أسمع منكم آراءكم والفيدباك بتاع البروجرام. عامل إيه معاكم؟ عاملين إيه؟ أخباركم إيه النهاردة؟ زي ما عودناكم طبعا، قبل أي حاجة اسمحوا لي طبعا إن أنا لازم أصبح على زميلتي العزيزة أستاذة فيري. أستاذة فيري صباح الخير يا دكتور. عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام. تمام، وحشونا جدا جدا. وبعدين وحشونا تاني. هندخل في الموضوع عشان الوقت تمام. البرنامج تمام. طبعا احنا معانا النهارده مشرفنا في الاستوديو دكتوره هبه الطماوي، اخصائي ارشاد اسري وتعديل سلوك. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا، شرفتينا ونورتي. شكرا. الاستوديو كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا دكتوره. دلوقتي احنا تملي نسمع عن كلمه الارشاد النفسي والعلاج النفسي. انا عن نفسي ما اعرفش ايه الفرق بينهم، فانا عايزه اعرف ايه الفرق. الارشاد الاسري هو في فرق بقى، فاكرين ان المرشد هيحل لنا مشكلتنا. المرشد هيقول لك تحل مشكلتك ازاي، يعني ممكن يفسر السلوك، يقول لك المشكله دي حصلت ليه. ومفيش مشكله هتتحل غير لما نعرف سببها الحقيقي. ايه الدافع اللي ادى ان المشكله دي تظهر؟ لو ما عرفناش الدافع وكنا بنتواصل مع هو التخصص كده اسمه CBT او علاج سلوكي معرفي. بنعالج السلوك ان احنا بس نعرف دوافعه. اول لما بنعرف الدافع اللي خلى السلوك ده يظهر لوحدنا، هنلاقي زي قنبله كده موقوته وفرغنا اللي فيها، بنهدى تماما. لان دايما كل الدوافع عند اي انسان ايجابيه مهما كان السلوك سلبي. شوفي، مهما حتى لو كان مجرم، لو كان بيعمل عنده دافع ايجابي من وجهه نظره. فده شغل الاخصائي المتخصص في تعديل السلوك او تحليل السلوك او العلاج السلوكي المعرفي. فالمرشد الاسري لما يكون دارس علاج سلوكي معرفي، لما حضرتك هتيجي تتكلمي في مشكله، انا حماتي عملت كذا او زوجي عمل كذا، لما مجرد بس ما يقول لك ده حصل ليه، الواحد مشاعره بتتبدل تماما. تمام، يعني انا كده لما يحصل مشكله بيني وبين جوزي ملجاش لاهلي، ملجاش لبابا، ملجاش لماما، ملجاش لصاحبتي. السلوك ده منتشر جدا. المشكله نجري على ماما نقول لها، نجري على حماتي نشتكي لها، ندخل على جروبات الفيسبوك ونشتكي. ما تتخيليش الموضوع ده بيسيب اثر سلبي قد ايه. اولا بعيدا عن جروبات، انت ما تعرفيش الناس اللي انت داخله تستشيريهم دول او تاخدي رايهم دول خلفيتهم ايه، ثقافتهم ايه، بالظبط ظروفهم ايه، بيكلموكي على اساس ايه تاخدي منهم راي او نصيحه. ممكن يكون رايهم من وجهه نظرهم هم، من وجهه نظرهم هو. كل واحد بيشوف عدسته. طيب لما نيجي بقى نشتكي للاهل، الاهل ما بتنسيش. احنا الاثنين زوج وزوجه بنحب بعض، لينا زعلنا خلافات، ده شيء طبيعي. بالظبط، الطبيعي ان يبقى فيه خلافات. اللي احنا بندرسه بقى ان احنا نعرف نتعامل ازاي في الخلافات دي، مهاره التعامل. لكن ان احنا نمنع الخلافات تماما، ده هدف غير واقعي، غير قابل للتطبيق. مفيش حاجه في الدنيا لو عايشه مع اختك التوأم العمر كله هتختلفي، حتى لو بتنامي في النور هي بتنام في الضلمه، مع حاجات بسيطه. فالاختلافات دي حاجه طبيعيه. دور بقى المرشد الاسري سواء في التاهيل قبل الزواج او في العلاقات الزوجيه، بيعرف كل طرف دماغ الطرف الثاني بتفكر ازاي. فنعرف نقرب وجهات النظر، نعرف نعيش مع بعض، نتالف مع بعض. هيبقى في خلافات، ده طبيعي وده وارد وده عندنا كلنا، بس الفكره او المهاره ازاي نتعامل معاها. في ناس اول ما يحصل مشكله تجري على السوشيال ميديا تحكي لحماتها، ده ابنك عمل، حتى تقول لك دي بتحبني دي بتنصفني، بس من جواها ده ابنها. بالظبط، مش هتنسى ان انت جيتي اشتكيتي لها ورحت قلت لها ابنك عمل. حتى لو اتصالحوا بعد كده، الراجل ومراته هيتصالحوا اكيد، النهارده بكره بعده بعد اسبوع هيتصالحوا. حماتها مش هتنسى ان انت او انها قالت او انها اشتكت، او شوفي ابنك مسكته خاين ولقيت تليفونه ولقيت مش عارف ايه واتاخر وبيحب اصحابه اكتر. مش هتنسى. ونفس الكلام لو هي، ده الكلام ده لو لحماتها. طب لو لمامتها برضه، هو ممكن هو ما بيحبش حد دخل في حياته الشخصيه. فمن ضمن، على فكره، من ضمن الاسباب المهمه في الخلافات التدخلات الخارجيه، تدخلات الاهل، تدخلات اصحاب. بتضخم المشكله، بتكبر المشكله جدا وما بتتنسيش. ممكن تكون فعلا المشكله صغيره وتتحل بينهم هما الاثنين، لكن الدخول ثالث ليهم. مش انا قلت لك ما تكلمهاش، مش انا قلت لك مش عارفه، دايما تطلعي وش صورتي وحشه، طب انا بقى هقول كذا وكذا وكذا، وهي هتندم على فكره، وهو هيندم. يعني هو حتى لو حصل فعلا كده، صح يا دكتور؟ بعد الشرح التوضيح الجميل الرائع طبعا فوق الوصف. شكرا ده دكتور محمد، اللي هو بسط الامور بشكل بسيط جدا، ان احنا عشان
نفهم السلوك كان جه منين، لازم نتفهم المشاعر، ولازم برضو الدافع اللي ادى لظهور السلوك ده. جميل. الدافع طيب. بيختلف تماما في رؤيتنا للحدث كصوره كامله. تمام. كوتش العلاقات دوره ايه في الموضوع ده؟ ان هو لما بيجي بيلاقي هل احنا بنروح له على طول ولا بنعالج المشكله السلوكيه الاول عن طريق اخصائي او الجزء النفسي؟ حضرتك اصرت نقطه مهمه جدا، والمصطلح ده منتشر جدا. فاكر اول برضو مظهور مصطلح مدرب تنميه بشريه فرقه وبعد سنه اتنين لا ده كلام فارغ ولا مش عارف ايه، ليه الناس ما عرفتش تطبق اللي بيتقال؟ بالظبط. دلوقتي في لايف كوتش موجود، دلوقتي المصطلح بقى له سنه او سنتين. القاعده في الاولى ان التغيير مسؤوليه العميل. ادراك. فعندنا في علم النفس بنسميه الاستبصار. جميل. لو الشخص ده مستبصر بحالته هنعرف نساعده. طيب. الكوتش ده هي مثلا الكوتش الرياضي، انا مثلا لو رايحه اتعلم كره قدم مش لازم اكون مثلا جسمي مؤهل وما عنديش امراض معينه. بالزبط. لازم اكون رايحه له مؤهله ان انا اتدرب. يعني كوتش علاقات مثلا انا داخله علاقه يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه واتصرف ازاي في الحالات دي، لكن علاج مشكله الكوتش مش هيقولك له نصايح ولا هيحل لك مشكله ولا هيعمل اي حاجه، هو هيوجهك. تمام. بس المفروض اكون انا مؤهله، ما ينفعش يكون انا مثلا عندي عقد نفسيه ومشاكل كتيره من الطفوله والرؤيه ضبابيه وعندي مشاكل. تمام. في افكاري بتجذب ليا سلوك. طيب. معين. احنا لو عندنا مشكله. أيوة. بادئه من الطفوله او لو عندنا مشكله بالفعل دايمه او موجوده ورحنا الكوتش العلاقات ما جابش نتيجه، لانه الطبيعي ان هو مش هيجيب نتيجه ما بال احنا ما عندناش ثقافه اللي هي تعديل المشكله عن طريق اللي هي جزئيه الدوافع، مرشد اسري او علاج أو سلوكي معرفي الموضوع ده كله. طيب هل الذهاب الى الاخصائي النفسي، ما بنقولش مثلا مرحله العلاج النفسي عن طريق دكتور وادويه والكلام ده كله، المشاكل السلوكيه العلاج الكلامي بقى مختلف تماما. تمام. وعلم النفس الحديث بقى فيه هل هو وصمه عار؟ لا. ان انا يعني اروح انا كست مثلا اكون بتواصل مع اخصائي نفسي، هي دي صوره ذهنيه قديمه من ايام الابيض واسود، ان احنا بنروح للدكتور وننام على الشازلونج ونروح له بشكل مستمر. واحنا بنتكلم يقول لك طب خلاص يا استاذنا كده الجلسه المره الجايه نكمل. دي صوره ذهنيه اتبرمجت واترسخت عند الناس. تمام. لكن دلوقتي الموضوع مختلف تماما. تمام. ولا في حاجه ان انا مثلا علشان اروح لاخصائي نفسي ان انا اروح له مثلا 20 مره مرتين، ما فيش الكلام ده دلوقتي. انا اسمع ان دلوقتي كمان بقى متوفر 2 3 بالكتير متوفر او الدور يعني ناس واونلاين وفي كل دول العالم دلوقتي بقى التواصل سهل. بدل ما هنكلم صاحبتي اقول لها انا عندي مشكله 1 2 3 لا هكلم الاخصائي، انا عندي 1 2 3 انا اكتشفت 1 2 3 اعمل ايه اتصرف ازاي، هناخد وندي مع بعض ونقرب وجهات النظر. هناخد وندي مع بعض ونقرب وجهات النظر. تمام. طب لما بيجي لك عميله او بتجي لك مثلا حاله، هي في الاغلب اللي بيحصل ان دايما بيكون الكلام اللي بنقوله من وجهه نظرنا، ضروره المصارحه وطريقه اكتشافك للحاله دي بقى ترجع للمهاره والخبره. ليه بقى بسال كذا سؤال كده تركه يفهمني الحوار كله؟ وهل هي هتبقى صريحه معاكي؟ لا انا هعرف. انا هعرف. يعني مثلا ما تقولي انا جوزي بخيل ودايما بخيل وما بيجيبش وما بيفتكرش، سؤال واحد هعرف في الحقيقه. تمام. معاكي انت بس ولا مع الناس كلها؟ تمام. لا مع مامته كرم الدين. مع اصحابه دايما هو اللي بيصرف. مع مش عارف مين بيعمل. فلما اعرف ان الشخص السلوك اللي انت بتشتكي منه ده مع اشخاص مختلفه مش معايا انا بس، هعرف ان المشكله معاها هي بس. رؤيتها هي ايه؟ بتجذب منه ايه؟ ساعتها هيبقى الموضوع هيروح في ناحيه ثانيه. بس ده ملوش منحى بالعلاقه. ما بي يعني لكن لان احنا حصل مزج. انا هقول لك ليه اتفضل. انا ليه عملت التداخل ده؟ حصل مزج في كده في يعني في اللي حضرتك بتقوليه وما بين تعريف تاني كان قاله لنا حد قبل كده عن الشخصيه النرجسيه، ان دايما ما حدش بره بيشتكي منها ودايما الشكاوي من المحاطين المقربين جدا. فهل الموضوع ان الشخصيه النرجسيه هي بس اللي بتعمل كده؟ لا 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 لا. الفكره ان كل فكره او قناعه احنا داخلين بيها العلاقه الزوجيه بنجذبها من الطرف الثاني. في واحد اول ما يدخل هيجي يتجوز صحابه يقعدوا يقولوا له داخل الخنقه برجليك، الحكومه هتتصل، مش عارف ايه، شوف المصاريف، فداخل بالقناعه دي. فافكاره بتجذب الشيء اللي هو مقتنع بيه، فتلاقيه بيطلع منها السلوك ده. لما اساله هي معاك انت بس؟ لا دي مع اصحابها بتضحك ومع مامتها ما اعرفش بتعمل ازاي وكذا وكذا، هو بس كده معايا انا بس قافله وشها. ما دام معاك انت بس قلبه وشها يبقى المشكله فيك انت. بتتكلم معاها ازاي؟ بتسمعها ازاي؟ بتديها فرصتها ازاي؟ بتاهلها ازاي؟ بما ان بقى المشكله فيك انت، انا شفت البوستات بتاع الدكتوره هبه
على صفحتها، على قد ما هي متخصصة ان هي تقدم نصايح للمرأة وللطفل، على قد ما هي كل بوستات حضرتك بتوجهي رسالة عنيفة للراجل، ان المشكلة بترجع في الاول وفي الاخر لحضرتك. الست دي اتعامل معاها سيكولوجيا، الست دي عصبية، شوف عصبيتها من ايه. عجبتني اسمحها. اسمحها اسمحها. فادينا ادينا الست غير الراجل في موضوع لما يبقى فيه مشكله. يعني الرجاله في الطبيعي لما بيبقى عندهم مشكله ما بيحكوش، او بيحكوا في حاله ان هو بيدور على حل. الست السيكولوجيه بتاعتها او دماغها او بتفكر ازاي، انها بتحكي لمجرد انها تحكي، لمجرد انها تجذب التعاطف. فمش اول ما تيجي تبدا تحكي لك مشكله انت ترد من وجهه نظرك انت تقول لها عادي، يعني ايه يعني ما روحتي الفرح لقيتي 10 لابسين نفس الفستان بالزبط. ما احنا 20 واحد نفسين نفس لون البدله. فهو بيحكم على رايها من وجهه نظرها هي، رغم ان هي ممكن تكون زعلت بس عشان لابسه نفس اللون صاحب اللي انا بغير منها مثلا، او قريبتي او خطيبتك الاولانيه ممكن عامله بكلمه كذا. واحده منه يغير فكرتها. عارفه يعمل ايه؟ يترجم مشاعرها. اسمعها للاخر، خليها تفرغ كل اللي جواها. يا دي حركه تضايق قوي، تلاقيكي اتضايقتي بس. فانا عشان كده بطلب ترجمه المشاعر. انا بطلب كده بقى من الرجاله اللي هم يدخلوا صفحه حضرتك ويسمعوا النصايح اكتر من الستات والاطفال اللي بيسمعوها دلوقتي، لان فعلا دي نصيحه لكل راجل يعرف يتعامل. لان لو احنا مشينا على الريتم ده مش هيبقى في مشاكل، خليها تطلع بس اللي مش جواها، هيبقى في مشاكل اساسا. وابتسم واعرف انها مش بتحكي لمجرد انها بتلاقي حل، مش عايزه اصل يعني حضرتك بتقولي ايه تفرق. حضرتك بتقولي ايه، احنا مش عايزين ندخل طرف تالت بيننا وبين بعض في اي مشكله، احنا الاثنين نحلها مع بعض. تمام، انا دلوقتي لجأت ليك في المشكله بتاعتي، يبقى المفروض انت تسمعني عشان ما لجأش لطرف تالت وما يقطعهاش وما يحكمش عليها وما يجيش يحكم عليها من وجهه نظره هو. ايه يعني انت زي مثال الفرح اهو بالظبط. صح يا مدام بيري، مش بيحصل, بيحصل تزعل ان كتير. ايه لابسه زي، عامله شعرها زي، مش عارف ايه. لما تيجي تقول لك انا متضايقه كذا، ما تقولهاش عادي يعني ما هو كذا كذا كذا. للانصاف بقى بيقول من وجهه نظره، فاسمح له. للانصاف بقى. ايوه برضه رساله موجهه من حضرتك للسيدات والانسات والفتيات والطفلات كمان. ورجال. لا خلينا في دول رساله في الاول يعني الاول. اوكي، مهمه جدا. فن اختيار الوقت المناسب. كنت لسه هقولها، تديله مساحته. لو عايز نصيحه كده للزوجات، اديله مساحته. هو مثلا يحب يجي من الشغل يقعد كده مريح شويه، انت مش اول ما يدخل من الشغل بص الفواتير جت وبص مش عارف ايه ومين اتصل والانبوبه فرقعت ومش عارف ايه. لا، اديله مساحته يرتاح شويه، ياخد نفسه شويه. عادي على فكره الراجل ممكن يقعد كده سينجك وفي ناس بيفكر في ولا حاجه ناسنج كده شغله دماغه، قاعد كده مقنتخ زي ما بيقول. هو بيحب كده، هتلاقيه رايحه جايه بيفكر في واحده تانية، عندك مش عارف ايه مشكله مخبي عليا. لا، اديله مساحته. لو اديتي له مساحته هتملكيه. تمام، تديله مساحته. دي نصيحه برضو كويسه اهي. اخر حاجه حابين نتكلم فيها فكره خلصت بسرعه كده. لا طبعا، يعني ما هو الفقرات مهما طالت انا مقدر. وجود حضرتك معانا اللي ما يكفيش مره واثنين وثلاثه وعشره. بالظبط، يا رب يخليك. كتاب جذور. ايوه، كلميني عنه. كتاب جذور ليه انت كده دلوقتي حد يعني اغلب كلامها الارشاد عن اسري. الارشاد الاسري او الارشاد الزواجي عموما. ايه اللي دخلك في الموضوع؟ لان تقريبا 90% 95% من السلوكيات اللي احنا بنشتكي منها من ازواجنا ومن نفسنا سببها التنشئه والطفوله. تمام، كله تقريبا يعني 90% كده. ده انا كده متهاوده. تمام، سببها ايه؟ الطفوله. هو اخذ السلوك ده منين؟ فلما بقيت عندي كميه معلومات كتيره جدا من جلسات بشوفها، السبب الرئيسي هو بيقلد مثلا والده مثلا، تشتكي هو سلبي، هو ما بيعملش، عصبي على طول، بغي اي سلوك. نرجع بعد كده نلاقي ايه؟ امه كانت معوده على كده، معوده على الاعتماديه، بتاكله في بقه، بتروق له السرير، بتذاكر له، بتحل له الواجب، فتعود على ايه؟ الطفل من هو صغير على الاعتماديه. تمام، فهي كده متاهله للجواز، ان هو بيتوقع من زوجته تعمله نفس اللي والدته كانت بتعمله له. ده اللي بيبقى متوقع. طبعا في البيت، هل ده بيعفي دورها من القيام؟ لا، ما بيعفيش دورها. ما بنقولش واجبات، لان هي الموضوع دور مشاركه هيتعمل وكده. بس ساعات الام بتعود ابنها من هو صغير ان هو معتمد عليها في كل حاجه، يعني هو او على اخته. خليني بس انا النهارده فيكبر. لا، هو واخد الطرف الثاني على طول. بس في حاجات مهمه. لا، انا بعد كده بيجي لي الفيدباك والناس بتتصل بيا بالتليفونات، الموضوع بيبقى جميل جدا. في حاجه مهمه جدا، هو انا لما جيت اتجوز او لما جيت ارتبط عشان حد يساعدني، ولا جيت ارتبط عشان انا بقيت حد على نفسي؟ اللي هو الجزئيه بتاعت الايثار،
ان انا اثرت حد على نفسي فحبيت ان انا اوهب له كل حياتي، ده للراجل وللست قصاد بعض. رد بقى من حضرتك. هو كل واحد حسب رؤيته، كل واحد حسب احتياجه. ممكن واحد يقول لك انا هتجوز عشان اخد الجنسيه من واحده اجنبيه، انا هتجوز عشان واحده تساعدني، واحده تساعدني في المصاريف، واحده تساعدني في شغل البيت، واحده واحده جدعه اعرف اسافر واسيبها لو جرى لي حاجه اعرف تعتمد. واحد يقول لك لا انا مش عايزها تعرف تتصرف وتعرف تتعامل وتعرف تتعامل، لا انا عايزها هاديه وكيوت ومش عارف ايه وما تعرفش تتعامل مع حد من غيري. فدي بقى حاجات كده سلوكيات فرديه، ترجع لكل واحد رؤيته ايه. تحبوا تختموا بايه؟ كلمة بقى من الدكتورة هبة. كنت عايزة ساعة ما سألتني ليه عملت الكتاب، عملت علشان انا من اللي انا شايفاه في الشغل ان احنا لو من اول وجديد بقى، انا حتى كمان كاتبة عليه بادج كده ام الاول مرة، لو اخدنا بالنا من السلوكيات دي مع اولادنا هنقدر نطلع جيل اكيد. يبقى انا بربي ابني مراته هتدعي لي بالظبط، مش هتقول يا حماتي دي عودته تاكله في بقه وعودته تشتري له كذا وعودته كده. فالطفل بيكبر على الاعتماديه فبيبقى سقف توقعاته عالي. وعودته على حاجه كمان، اقعد واختك هي اللي تقوم تعمل لك، تجيب رواق سرير اخوك انت الاخ ده ولد وانت بنت لازم تعملي كل حاجه. ايوه فهي تيجي تشتكي فنرجع في الاول اصل مامته عملت كذا وكذا فنرجع. فانا خدت من الاخر للاول يعني بالزبط. من اللي انا شفته. طب نتعلم بقى عايزين من اول رساله بقى قاعدين بحلقه حاضر. نتكلم فيها عن الكتاب وتفاصيله وده يبقى حصر لينا ما تعملش حتى تاني. حاضر حاضر حاضر. وعايزه نسخه. حاضر عينيا عينيا والله. موجوده على فكره معايا بجد. كويس عيني. استاذه هبه انا سعيد جدا. شكرا على المحمد تسلم لي يا رب. شخصي ان حضرتك شرفتيني النهارده. شكرا ربنا يخليك ده من ذوقك. ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا. وان شاء الله تنورينا حلقات حلقات حلقات. كل سنه وانت طيب. اعزائي المشاهدين فاصل معانا موضوع مهم جدا هنتكلم فيه زميلتي الاستاذه بيري لحد ما نستقبل ضيفنا الجديد. محضر لكم مفاجاه اللي هيفوتها هيخسر كتير. السلام عليكم مؤقتا.